تحية لكم سيداتي وسادتي من ساحة مشوار القصر الملكي بتطوان، لننقل لكم وقائع حفل الولاء التي تتوج احتفالات الشعب المغربي المخلد للذكرى 24 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الغر الميامين. وهي مناسبة وطنية خالدة ومجيدة لوفود ممثل جهات المملكة 12 لتجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين والتشبث القوي المستمر بجلالة الملك حامي حمى الوطن والدين والتعلق المكين بأهداب العرش العلوي المجيد ضامن الوحدة والاستمرارية. حفل بهيج مليء بالدلالات والرموز. وزير الداخلية وولاة وعم الأقاليم المملكة الضيب رفع مرسيدي. السيد وزير الداخلية وولاة وعم الأقاليم المملكة الضيب رفع مرسيدي. باي عنكم أهلكم سيدي. الله يصحكم أهلكم سيدي. الله يرضى عليكم أهلكم سيدي. سيد وزير الداخلية وولاة وعم الأقاليم المملكة الله يصلحكم ويرضى عليكم قال لكم سيدي. الله يرضى عليكم. تلقاو الخير قال لكم سيدي. أهلا سيدي. وزير الداخلية وولاة وعمال أقاليم المملكة يقدمون الولاء لأمير المؤمنين حفظه الله، وعهد دائم للمضي قدما. جهات المملكة الله يبارك في عمر سيدي. جهات الداخلة وادي الذهب الله يبارك في عمر سيدي. جهات العيون الساقية الحمراء الله يبارك في عمر سيدي. جهات قلميم واد نون الله يبارك في عمر سيدي. جهات الملكة الله يبارك في عمر سيدي. جهات الداخلة وادي الذهب الله يبارك في عمر سيدي. جهات العيون الساقية الحمراء الله يبارك في عمر سيدي. جهات قلميم واد نون الله يبارك في عمر سيدي. الله يرحمكم قال لكم سيدي. الله يرحمكم قال لكم سيدي. لا بعدكم قالكم سيدي. ولاد وعمال وقيام يصحكم ويرضى عليكم قالكم سيدي. تلقاو الخير قالكم سيدي. جهة الداخلة وادي الذهب وتضم وادي الذهب أوسرد. جهة العيون الساقية الحمراء وتضم عمالات وأقاليم العيون بوجدور طرفاي السمارة. جهة قلميم واد نون وتضم قلميم أس الزاق طنطان وسيدي إفني. جهة طنجة تطوان الحسين الله يبارك في عمر سيدي. جهة الشرق الله يبارك في عمر سيدي. جهة فاس الكناس الله يبارك في عمر سيدي. جهة طنجة تطوان الحسين الله يبارك في عمر سيدي. جهة الشرق الله يبارك في عمر سيدي. جهة فاس الكناس الله يبارك في عمر سيدي. الله يعاونكم قال لكم سيدي. الله يصحكم قال لكم سيدي. الله يرضى عليكم قال لكم سيدي. ولاة وعمال وقياد لا يصحكم يرضى عليكم قال لكم سيدي. تلقاو الخير قال لكم سيدي. جهة طنجة تطوان الحسيمة وتضم طنجة أصيلة المضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجر العرائش الحسيمة شفشاون وزان. جهة الشرق وتضم وجدة أنقاد الناظور دريوش جرادة بركان توريرس قرسيف فيقيق. جهة فاس مكناس وتضم فاس مكناس الحاجب إفران مولي يعقوب صفرو بولمان تونات وتازا. جهة الرباط سالة القنيطرة الله يوفق عمر سيدي. جهة سليم الله الخليفرة الله يوفق عمر سيدي. جهاد الدار البيضاء ستات الله يبارك عمر سيدي. زياد الرباط سلا الله يبارك عمر سيدي. زياد بني ملا الخليفرة الله يبارك عمر سيدي. زياد الدار البيضاء ستات الله يبارك عمر سيدي. الله يعاونكم قال لكم سيدي. الله يصحكم قال لكم سيدي. الله يعاونكم قال لكم سيدي. ولاة وعمال وقياد لا يصحكم ويرضى عليكم قال لكم سيدي. الله يحفظك. تلقاو الخير قال لكم سيدي.
جهة الرباط سالة الخنيطرة وتضم الرباط سالة صخيرة تمارة الخنيطرة الخميسات سيدي قاسم سيدي سليمان جهة بني ملال خنيفرة وتضم بني ملال الزلال فقي بن صالح خنيفرة خريبكة وجهة الدار البيضاء سطات وتضم الدار البيضاء أنفال في دامر السلطان عين السبع الحي المحمدي الحي الحسني عين الشق سيدي البرنوسي بن مسيك مولاي رشيد المحمدية نواصر مديونة بن سليمان برشيد سطات وسيدي بن نور. الله يبارك عمر سيدي جهات درعا تافلات الله يبارك عمر سيدي جهات سوس ماسة الله يبارك عمر سيدي جهات مراكش سفير الله يبارك عمر سيدي زياد رعاتها في لاف الله يبارك عمر سيدي زياد سوس ماسا الله يبارك عمر سيدي الله يعاونكم قال لكم سيدي الله يصحكم قال لكم سيدي الله يرضى عليكم قال لكم سيدي ولاد وعمال وقياد الله يصحكم ويرضى عليكم قال لكم سيدي تلقاو الخير قال لكم سيدي جهة مراكش أسفي وتضم مراكش الشيشة والحوز قلعة السراغنة الصويرة رحامنا أسفي اليوسفية جهة درعة تافيلات وتضم الرشيدية ورزازات ميدل تنغير وزاكورة جهة سوس مسة وتضم أكادير الدوتنان إنسكان أيت ملول شتوكا أيت بها تارودان تيزنيت وطاطا تطلق المدفعية عدة طلقات بهذه المناسبة العظيمة التي يخلدها الشعب المغربي من طنجة إلى القويرة بكل مشاعر الحب والوفاء والتعلق الدائم بالعرش العلوي المجيد فحفل بهيج مليء بالدلالات والرموز والحمولات التاريخية القوية لمملكة عريقة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ تاريخ مجيد وحاضر مشرق زاهر ومستقبل واعد في كنف الدولة العلوية الشريفة دلالات ورموز يستحضرها الشعب المغربي قاطبة من طنجة إلى القويرة بأسمى مظاهر الفخر والاعتزاز تجسد قوة ومتانة الالتحام الذي ما فتئ يجمع على الدوام العرش بالشعب والشعب بالعرش على امتداد جميع مراحل بناء صرح مملكة الرخاء والازدهار ومملكة العزة والكرامة تحل الذكرى 24 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين وهي مناسبة عظيمة وجليلة يجدد من خلالها الشعب المغربي قاطبة التأكيد على أن الصلة التي تجمع العرش بالشعب تظل متجذرة في عمق أعماق التاريخ وأنها شكلت على الدوام الأساس الصلب والمتين للأمة المغربية المجيدة والتعبير الأسمى عن مدى تلاحمها واستمراريتها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقاً بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد حب سرمدي ووفاء دائم للعرش العلوي المجيد يزداد توهجاً واتقاداً مع مر السنين في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رمز هذه الأمة وموحدها وباعث نهضة المغرب الحديث الذي تمكن بفضل حنكة وتبصر وسداد رؤية جلالة الملك والتجند الدائم المستمر لأبناء هذا الوطن الأوفياء من شق طريق التقدم والازدهار والرقي بكل عزم وثبات وثقة وتماسك وبحفل الولاء إلا تأكيد وتجسيد قوي وترجمة فعلية للبيعة الشرعية التي شكلت على امتداد تاريخ هذه الأمة العريق الميثاق الغليظ والرابطة المتينة التي طالما جمعت قائد الأمة أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين رمز هذه الأمة وضامن استقرارها ووحدتها الترابية بأبناء شعبه الأوفياء من طنجة إلى القويرة إلى هنا نودعكم سيداتي وسادتي وإلى اللقاء